ما رسالة الصدر في ساحات الاحتفالات التي بناها صدام بعد أن كانت رمزيتها مرتبطة بالنظام السابق ومخصصة للاستعراضات العسكرية؟ كسر الصدر هوية ساحة الاحتفالات العسكرية بصلاة الجمعة والبسها ثوب السلام بدلاً من ثوب العسكر الذي عرفت به رغم تواجد الكفن الأبيض. ساحة الاحتفالات الكبرى بنيت وأسست في عام 1986 ميلادياً، وفي عام 1989 أضيف لها نصب قوس النصر كشاهداً على النصر في الحرب العراقية الإيرانية، وقد بني النصب بإشراف النحاتين العراقيين محمد غني حكمة وخالد الرحال. وتحتوي ساحة الاحتفالات على متاحف ونصب تذكارية، ويقع بالقرب منها نصب الجندي المجهول. كان يستخدمها النظام السابق حتى عام 2003 للاستعراضات العسكرية، وبعد سقوط النظام أغلقت حتى أعيد افتتاحها في كانون الأول 2017 استعداداً لإعلان بغداد عاصمة للثقافة العربية. الرئيسان حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي استخدماها أيضاً لاستعراض القوات الأمنية الباسلة، وبعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أقام أنصاره في يوم الخامس من آب 2022 صلاة جمعة موحدة بقلب ساحة الاحتفالات وسط المنطقة الخضراء المحصنة. وهذه تعد المرة الأولى التي تقام فيها صلاة الجمعة الشيعية على أرض ساحة الاحتفالات الكبرى. فهل كنت تتوقع يوماً إقامة صلاة بهذا المكان؟